السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن براءة اختراع ابل مخذتها. مثل ما تشوفون الصور هنا طلعت ان الايفون او جهاز عندهم، ما قالوا ايفون بس اتوقع ان ايفون راح يكون شاشتين، يعني من الخلف ما في الومنيوم ولا ما في قزاز بس فاضي بدون شيء، لا راح يكون تقدر تستخدم الجهاز من الجهتين. طبعا انا عارف ان في بعض الشركات سووها في الاندرويد لكن ما مشوا، يعني ما صارت هذا مثل ما نقول ان السوق هذا توجه لهذا الشيء، لكن ابل اتوقع انه في المستقبل راح تستخدم الايفون كذا، راح يكون ان جهاز الايفون كامل من الجهتين. طبعا لو نشوف الصور ما ادري وين الكاميرات راح يحطونهم، يمكن راح تكون هذه التسريبات دي لحق ايفون العشر سنوات القادمة الثانية. اما الحين دخلنا في الايفون اللي بالنوتش بدون زر، فهذا بعد 10 سنوات من استخدام الزر، دخلنا الايفون بدون زر، فباقي 7 سنوات ونخش على ايفون شكل جديد. فيمكن يكون كذا الايفون من جهتين، يمكن تنزل ابل قبل 10 سنوات يكون جهاز ثاني مش ايفون، ما ندري الى الان. لكن هذا براءة الاختراع اللي سجلتها ابل، ان جهاز تستخدم من جهتين، كاميرات ما دوين بيحطون كاميرات، ممكن الكاميرات يختفون تحت الشاشة. راح نوصل لهذا الشيء ان شاء الله في المستقبل، ان الكاميرات نفسهم تختفي وقت ما تحتاجهم، تطلع لك في الشاشة تستخدمها، يكون تحت الشاشة لكن فوقها برضو قزازة وتقدر تستخدمها تاتش وكل شيء. فنشوف قدام ايش بتسوي ابل. فهذه البراءة اختراع ما ادري كيف تقدر تستخدمها، يعني ما ادري ليش الشاشتين من الجهتين، تقدر تخلي شاشة تفتح برنامج، شاشة ثانية تفتح برنامج ثاني، او ما ادري ايش بيسوون، ما ادري ايش الحركة. لكن اذا الله احيانا ان شاء الله في المستقبل راح نشوف جهاز من ابل يكون من الجهتين شاشة، كيف استخدامه ما ادري شلون، كنا نشوف قدام في المستقبل. بس هذا الفيديو وهذه براءة الاختراع، انه جهاز شاشة من الجهتين بس. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني بفضل دعاكم، والسلام عليكم.